السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد البسيمي في معرض E3، والحين جالسين نجرب لكم Resident Evil 2. طبعاً أنا جالس مع عمر العمودي يلعبها الحين، عشاق اللعبة عمر ما شاء الله، وواحدة من أكثر الألعاب اللي متحمسين لها. بنجربها ريميك لResident Evil 2 اللي نزل على البلاي ستيشن 1، لعبة كلاسيكية رهيبة عشاقها بالملايين، طالبوا كثير ان كابكوم تسوي لها ريميك كامل، والحمد لله هذا هو الريميك جانا الحين قاعدين نلعبه. اعادوا تصميم اللعبه بالكامل، جرافيكس 3D زي ما احنا شايفين، شكل نظام اللعب او نظام التصوير اللي يسمونه فوق الكتف او اوفر ذا شولدر، يعني بالضبط نفس اسلوب ريزنت ايفل 4. ف مراحل ريزنت ايفل 2، عالم ريزنت ايفل 2، الاشياء اللي صارت فيه، لكن بالتحكم حق ريزنت ايفل 4. احنا طبعا في محطة البوليس اللي في بداية اللعبة، وجالسين نشوف ايش قاعد يصير حولنا. طبعا معروف ريزنت ايفل نشوف فيها ايتمات واشياء والغاز، لازم تحل الغاز، مو بس قتال، كل شيء. الجرافيكس طالع رهيب في اللعبة، لازم القى شيء هنا. قاعدين نشوف لقطات من كاميرا السكيورتي او كاميرا الامن اللي موجودة هنا، بين معانا ان في واحد شرطي قاعد يهرب من زومبي. خريطة ريزنت ايفل طبعا احلى شيء في اللعبة. قاعدين يقولون لنا ان احنا لازم ندور ذا الشخص اللي كان قاعد يهرب من الزومبي. طبعا شفنا الوضع بالخريطة، نحط على الخريطة. اوكي، طبعا الخريطة مهمة. الواتشمنز روم هذا الهدف حقنا اللي مفروض نروح له حاليا. خطوات، رجول فيها دم، اشياء ما تبشر بالخير ابد. طبعا التصوير في اللعبه صار ثلاثي الابعاد بالكامل، يعني تقدر كل شيء حولك ثلاثي الابعاد. اول اللي يتذكر ستيفل 2 الاصليه كان الجرافيكس عباره عن خلفيات ثنائيه الابعاد، فشيء رهيب انهم قدروا يعيدون تخيل المكان كله بشكل ثلاثي الابعاد بالكامل. في ناس توقعوا ان اللعبة هذه الريميك حقها او اعادة التطوير بتكون تشبه ريزنت ايفل الاولى اللي خلوها ثبتوها على خلفيات ثنائيات الابعاد، او واحد من الالغاز اللي موجودة في اللعبة نشوفها معنا هنا. الحمد لله ان عندنا موعد مسبق مع كابكوم ان نجرب اللعبة، ولا كان صفينا طابور مع الشعب برا، عليها زحمة غير طبيعية. اللعبة هي اقوى لعبة في قسم كابكوم، في جناح كابكوم في المعرض. بخاخ العلاج كلاسيك ريزنت ايفل. اوكي، في مطل من تحت، والله ما ادخل مكان ظلمه زي كذا لو اني بنفسي، اني اتفرج شو السالفه. اوكي، مكان ظلمة، نستخدم الكشاف اللي معنا. هاي الحركة لازم بالعاب الرعب عشان يخوفونك، كل مكان مكان ظلمة وما ما تعرف ايش تتوقع بعدها، صار الوضع يخوف اكثر. طيب خلونا نشوف ايش عندنا هنا. كاميرا، صناديق، مسجل قديم، هاي شكلها غرفة مؤتمرات كانت او شيء. رصاص، ممتاز. شغلنا الأنوار، نترك الكشاف الحين ما له داعي، نستكشف المكان بشكل أفضل. طبعا حركة ريزنت ايفل المعروفة إذا كان في آيتم أو شيء نلقاه يلمع. باب مقفل هنا، جثة في الأرض، والله جثة مو بجثة، دمان في كل مكان. في احد جالس يقول لنا افتح الباب، خلنا نفتح. الله يستر، يبانا الظاهر نفتح الجراج هذا. بنساعدك، هد اعصابك. والله وضعه تمام، لسه ما صار زومبي. عندي إحساس سيء جداً
والله اني قايل والله اني قايل لحلق والله اني قايل نص الجسم حقه بس ورا هالقراج في شيء مو بزين في شيء مو بزين ابدا ايش عطانا اوكي نوت بوك حلل الغاز حلل اللغز اللي لقيناه بدايه اللعبه هذا حلل اللغز اللي لقيناه بدايه اللعبه يبانا نرجع الحين للقاعة الرئيسية حق مركز الشرطة اللي بدينا فيها اللعب مو هذه فكرة ترنزت ايفل اوه زومبي اول زومبي يا ساتر والله مصممين الزومبي شيء رهيب حط رجلك حط رجلك لا طيب تفتح الحمام تلقى بلاوي مع الخوف ايه تفتح الحمام تلقى بلاوي معروف اوكي اوكي عدت على خير حتى ما في ايتم يعني لا دخل الحمام اوكي بس 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 جانا ايوه في الراس طاحت القبعه في العين في الجمجمه في الفم مات يبالنا نطلع من هنا نشوف الخريطة يمكن اوكي ريوس ريوس ورا ورا والله اني حاس زومبية بنت ما قد شفت زومبي شعر طويل والله يطور اللعبة أم الغدرة أم الغدرة وخر يا نشبة نحتاج بخاخ أيوة بخ تمام والله تجمع عليه والله من القمط الرصاص في كل مكان يلا نرجع 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 ورا الطريق ورا 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 ايوه ايوه يمين ايوه من هنا يا ساتر بس بس نشبة نشبة صح الفزعة صح الفزعة اوه هذا شرطي لسه حي منتهي السيف موجود على الطاولة هنا على الطاولة السيف أخذناه حلو معنا السيف الحين اللغز اللغز فوق نحل اللغز بناء على المعلومات اللي اخذناها من ذاك الشرطي اللي انقطع نصين احنا الاسد ده اسد بعدين عشبة بعدين طير اسد عشبة طير عشبة طير بس افتح اوكي ميدالية الأسد نحطها تحت نحطها تحت واضح هنا في ثلاث ميداليات مفروض يكون هذه معنا أول واحدة نحطها أوكي أوكي في طريق سري من تحت
لكن يبالنا نفتحه. الظاهر لازم نجيب باقي الميداليات عشان نفتح. عداد الكهرب نفتحه، شغل، فتحنا الباب حديد. كني اشوف رصاص على الكرسي. هنا الرصاص في اللعبه لازم تقدسه، لازم ما تلقى رصاصه اللي تاخذها. النبته بعد لازم النبته عشان العلاج، ان شاء الله نلقى نبته حمراء بعد عشان نخلط نسوي العلاج الكامل. الذكر هنا الوحش. ايه ايه ايه، اذا تتذكرون الجزء الثاني صح، المنطقه ذي فيها الوحش اللي يتعلق في السقف عند لسان طويل. شكلهم رجعوه في اللعبه هذه، مفروض نشوفه قريب. مفروض انا اجهزكم للفزع واجهز نفسي. اوه الشرطي معدوم هذا. لا لا يا ساتر يا ساتر. الحين صرت اقدر ان اللعبه ذي كان الجرافكس فيها خايس، اول ما كنا نشوف التفاصيل هذه. ايوه هذا المعلق. مين علقك يا معلق؟ انا عارف مين علقه بس جالس استهبل، احاول العب على نفسي. باب يبغاله مفتاح هذه النبته، ما ادري شو اسمها. ايوه ما تلقى شباك مفتوح في ريزدنت ايفل وتترجى خير من وراها، كأنهم يقولون لك يعني في شيء دخل عندك. ايوه خليك برا وخلني داخل. هنا باب. اوكي اخذنا خريطه. اوكي حلو، في شيء فوق. طلعه نجرب نطلع. تبع من القزاز كف. ايوه زومبي ذا ولا صاحي؟ زومبي والله، ابدا مو صاحي. لاحظتوا كيف اذا اطلقت عليه رصاص تلقى الاثار على جسمه يبين عليه؟ والله حركه رهيبه. ما مات بعد كل هذا. يا ساتر نشبة. يتنافسون في النشابة. الوضع كارثي. هناك زومبي عالق ورا الشباك بعد. عشبة ثانية لذكر ستيفل. تقدر تخلط العشب، تقدر تخلط عشبتين مع بعض، ثلاث عشبات مع بعض، أو عشبة خضراء وحمراء. هذه أقوى شيء، عشبة خضراء وحمراء. هذا قاعد يعلمونا، الورقة تعلمنا كيف نخلط. طبعا الآلة الحاسبة، مو الآلة الحاسبة، آلة الكتابة ذي حق التسييف عشان سيف التقدم حقك، سيف اللعب. أوكي هذه العشبة الحمراء، الحين نقدر نخلط الحمراء والخضراء. يعطينا ايتم كويس. هذا المكست هذه اقوى شيء في تعبير القوة. ضاري بينا نجيب فيلم نحطه هنا عشان نسوي له تحميض. ذكر اللغز هذا يا مور. الصندوق طبعا نقدر نحط فيه اغراضنا. رصاص حلو. اوكي جن باودر. وودن بوكس. خليك برا يا حبيبي، خليك برا وخلني انا داخل. ايوه
ما سمع الكلام. خلص الدمو. اوكي. والله كان طويل يعني، بس الحمد لله اخذنا فيه احساس انه كيف Resident Evil 2 راح تكون واحدة من الالعاب المنتظرة في 25 يناير 2019 بتنزل. اوكي. لعبة رهيبة، ان شاء الله عجبكم الفيديو. لا تنسون صورناه في جوال هواوي بي 20 برو اللي تشوفوني فيه الحين. اعطونا لايك، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، وجاياتكم العاب اكثر من معرض E3، اكبر معرض العاب في العالم. مع السلامة.